إذا بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل الحاضرين. أهلا بالمتواجدين بالرياضيين بعشاق المستديرة الكروية بمسائية نغم كروي، مسائية صفراء، مسائية زرقاء هنا في بطولة الشاطئ في النسخة 33 على ملعب الشاطئ بمكة المكرمة. أكاديمية الدور والسعادة في مواجهة السعادة في هذه المسائية. ولا مختار الجابي يصحبكم للتعليق على هذه المباراة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي للنور يعودون بعد ثلاثة أيام من الافتتاح، نقطة كرة عالية من أجل افتتاح الكرة الأولى، لكن عبر السنة إلى حارس مرمى السعادة في اللحظة الماضية. نعم أكاديمية نور بشكل جديد، ودائما عندما نتحدث عن هذا الشاطئ لقطة والكرة عالية السعادة ياهو، لا يخشى عليهم وبس هناك، لا يخشى عليهم وبس هناك، لكن يبدو أننا سنشاهد مباراة فيها من الجمالية شيء الكثير. نشاهد، نتابع الضحوي يبحث عن من وصلت الكرة، عبرت إلى الشبراني، نشاهد نتابع يبحث عن تمريرة عن بين السلام، بحث عن المساحة وسددها، والكرة من بعدها وصلت إلى خارج أرضية الملعب على مستوى مكة، نقلة وكرة عالية من أجل الكرة على مستوى المرمى، من أجل الكرة على مستوى هذه المباراة، نقلة وكرة حاضر وشايل تمريرات قصيرة قصيرة قصيرة، نقلة وكرة وين الله؟ قال يا بلال، قال يا بلال، لقطة وعرضية ويا الله. الكول الأول يحضر، الكول الأول يحضر، يا أحمد ثاني على ربيع حاطر ملعب، الكرة طويلة تبحث عن رأسية عبرت، لكن بس في المكان الصحيح، ويقول لا لن يكون العبور بهكذا طريقة يا شبراء. عفوري عفوري يبحث عن مرتدة تمريرة قصيرة وين إلى الرواق الأيمن، لا لكن وين الكرة خلصت بشكل خاطئ في المناطق الخلفية إلى شبراني، الشبراني أمن وجاي متابع يبحث عن المرور، عطية مصعب يبحث عن الترويج، ركلة جزاء ركلة جزاء ركلة جزاء عطية في اللقطة الماضية. الطاكي عداد، هل سيترجم هذه الكرة لهدف؟ كرة ملعوبة وقال وقال هدف أول يحصل إلى أكاديمية من ركلة جزاء. يعدلون في هذه الكرة النتيجة ركلة جزاء. ولكل من يستطيع أن يتصل سيشعر بالكثير من السعادة، فهل ستخرجون بمشاعر السعادة؟ لقطة وكرة نشاهد نتابع، ملعوبة عالية متجهة للمرمى، رأسية بس في المكان المناسب، الكرة عايزة إلى من؟ إلى الشبراني الهيلة، لقطة وكرة مجموعة ليست للمجموعة سهلة، لكن كرة القدم دوما تظل معترفة بالأهداف. الله يا الله، ضاعت أمام بزة، ضاعت في مجريات هذا الشوط الأول. لقطة وكرة حاضر وشاهد نتابع، يبحثون عن فرصة على الكرة ملعوبة قوية على طريقة الركنيات الرأسية وين؟ الله يا الله، على لقطة على كرة وصلت إلى أقدامك، كانت تحتاج الهدوء، كانت تحتاج الهدوء. عايد العلي علي كرة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة، عودة إلى مجريات الشوط الثاني هنا في بطولة الشاطئ ومسائية السعادة وأكاديمية نور. السعادة الثالث لهذه القصة، لقطة وكرة حاضر وشاهد تابع، الكرة تاية في اللقطة الماضية، عبرت الكرة خلصت لمرمى الملك اليوم يسجل الثاني. يا الله، عامر مقبول يدخل، عمر يغادر، وعامر ولقطة. يا الله، يا ضاعت، لا تصدق، تحتاج الى اعادة. مباراة الافتتاح مباراة فعل إيجابي، انتصروا بالثلاثية.
الاحتياطية، نقطة كرة أبو نوران، الترويض، محاولة للتحضير، التحضير، العبور، يبحث عمن ستكون له التمريرة، مرة ثانية التحضير، الدورات، سيعمل خطر حاضر، خطر حاضر، لمصلحة الكابتانو في مكان البعض يقول لعلها ستكون كرة الهدف، والبعض يقول لابد لك أن تتألق يا المعيوف، نشاهد أبو نوران ملعوب الكرة رأسية، يا الله أبو نوران، هذا أبو نوران، يا الله تعود 50-50، نعود إلى السعادة، السعادة وركلة جزاء أو ماذا لا، ركلة زاوية المعذرة حاضرة للسعادة، الجماهير حاضرة يا السعادة، عرضية عالية رأسية يرفضون ركلة زاوية، ركلة زاوية هل ستكون القصة منها ملعوبة؟ لا، الدفاعات تتدخل ويرفضون أن تكون هذه هي قصة ثالثة، التدخل وخطأ في مكان قريب، يا سعادة خبريني وين أرضيك يا سعادة، ملعوبة الكرة الله عبرت الكرة والسعادة يجلسون من جديد ملعب. نشاهد ملعوب الكرة سريع يا مجنون يا الله لا تنسى بالأكاديمية ومعها نور لا تنسى بالأكاديمية ومعها نور لا تنسى بالأكاديمية قتلوا أمال وقتلوا قصة ولم تكتمل وما في الربيع وما